لله رب العالمين. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي كرمنا بالإسلام وجعلنا مسلمين موحدين ببركة منه سبحانه وباجتباء منه سبحانه وبتوفيق منه سبحانه، لأن الذي يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم هو الله وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله وخاتم النبيين، كهف الأولياء، أتقى الأتقياء، صفوة الأصفياء، وخاتم الأنبياء، سيد الشفعاء يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله. كلما أمر أن يصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كما ينبغي أن يصلى عليه. والله عز وجل نسأل أن لا يحرمنا أن نحشر يوم القيامة في زمرته، وأن نرد حوضه، وأن أشرب من يده شربة هنيئة لا أظمأ بعدها أبدا. فإذا بعدت الشقة بيننا وبينه، وإذا قدر الزمان ألا نجتمع في الدنيا معه، فإنا على حين بعد من زمن نحبك يا رسول الله. وإن كانت العين قد حرمت من أن تكتحل بك، فإن القلب يستشعر نورك العظيم عبر الزمان والمكان والأيام والليالي والسنين. تسافر أرواحنا لتطوف حول قبتك الخضراء، لأن القلب بك قد تعلق. لله درك وعطاؤك، لله ما فعلت، وجزاك الله عنا خير ما جازى نبيا عن امته، صلوا عليه. اما بعد، تعالوا نعيش اللحظات الحاسمه، اول لحظات الوحي التي بنى عليها هذا الدين العظيم وتأسس علي هذا المنهج العظيم بكلمات خمس مقومات أن تكون مؤهلا لأن لا يخزيك الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. خمس أشياء أنطق الله تعالى بهن لسان أمنا خديجة رضي الله عنها، وإلى الآن لا يوجد بعد وحي متكامل. هذا أول قطر غيث كما يقال، أو أول غيث قطر، هذا غيث من غيث، من أول قطرات الوحي. ثم تعتب السيدة خديجة ما معنا، قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا أبدا، أن لا يخزى. ليه؟ لأنه فيه خمس صفات ليست نبوية يا إخوة، لا، هذه ليست نبوية، هذه بالجبلة بالفطرة يستطيع كل إنسان أن يصل إليها. صفة الأولى كما قلت، قالت: إنك ما تصلك الرحم، والرحم رحمان، في رحم خاص في رحم عام. الرحم الخاص هو من كان بينك وبينه
دم قرابة يعني، عن رحمك، عن رحم خاص، ابنك، بنتك، امك، ابوك، الخاله، العمه، الخال، العم، واتباعهم، هذا رحم خاص. ما ينبغي ان نقطع البنده النوع. وهناك رحم عام. ما هو الرحم العام؟ وكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله هو من الرحم العام. يعني لا يجوز مقاطعه ولا محاربته ولا بغضه ولا كره ولا التشنيع عليه ولا الغيبه فيه ولا الولوج في عرضه، بل تحافظ على حرمته كما تحافظ على حرمه نفسك. وفي رحم شامل، رحم شامل يشمل الاول والثاني، وهو رحم رحم ايه؟ الإنسانية. في الأسبوع الماضي تحدثت عن أنسمة الإنسان، شئت؟ وكيف ينبغي أن يكون الإنسان أخا الإنسان الآخر، وإن اختلف معه بالدين أو بالفكر أو بالمشرب أو بالقومية أو بالجنسية أو بالعقيدة، كل إنسان حر بما يعتقد. من شاء فليؤمن، من شاء فليكفر، ولكن يجب ان تحافظ على حرمتي واحافظ على حرمتي. الانسان، الانسان مجرد يا اخوه، الانسان اقرا في كتب الفقه، للانسان حرمه. شو يعني حرمه؟ احترام، تقديس، تقدير، وان كان كافرا، وان كان لا علاقه له بالمله. لا يقدر الانسان في الدنيا على معتقده، وانما هذا التقدير من رفع او خفض او عز او ذل او عطاء او منع متروك الى الله متى؟ يوم القيامه. يحاسب من يشاء، يعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء، مش بإيدينا. ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ما في اعتداء، لا إغراء في الدين، لا يقتل الإنسان على معتقده، ما في. وإلا كيف تبرر وجود عقائد غير مسلمة في ظل خلافة المسلمة؟ يعني كيف جاء النبي والخلفاء من بعده وعاش في أحضان الدولة الإسلامية غير المسلمين، صح؟ مش عاشوا؟ لو ذبح هؤلاء وقتل هؤلاء بمعتقدهم لاختفوا، لكن ممنوع. لا يقبل الإنسان على معتقده أبدا. من شاء فليؤمن، شاء فليكفر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينه. لا تزر وازرة وزر أخرى. انتهى، انتهى. الحساب مش هيك اسمه يوم الحساب. لو أنا كنت حاسبة كنت تحاسبني، مفيش حاجة ليوم القيامة، خلاص حسبنا بعض. لا، يوم الحساب الأمر كله لله. حتى الأنبياء لا يحاسبون الله. تعرف بعض الأنبياء من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى ربنا بيسأل بلغتهم وقولوا ربنا أنت أكرم، من الخوف. بس الأمر كله لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لمين؟ لا، مش لأحد. إذا فصل الرحم تعرف لو أخذنا بس هذه الخصوم من خمسة والله لنفلح في الدنيا والآخرة. يوم أن خلق الله تعالى الرحم، يعني القرابة، العقيلة بسمها أو العاقلة بلغة العرب، تعلقت في قوائم العرش، أخذت معنى الحس، والرحم معنى مش حس. قرابة ليست شيء حسي يلمس،
قال الله ما هذا؟ سلم. قالت هذا مقام العائل بك من الرضيع. خلي شهر يقطعنا. فقال انا ترضين ايتها الرحم ان اقطع من قطعك وان اصل من وصلك؟ قالت رضيت. قال لك يا ولا يمكن واحد راضي رحم ان يوفق لا في الدنيا ولا في الاخره ولو كان شيخ الاخره. لا يمكن ان تقطع مسلما او جماعه من المسلمين او تسلمها للقتل او للذبح او للتنكيل او للسحر وانت تتفرج عليهم وانت تملك ان تقول كلمه على الاقل ولا تقولها. انت قاطع رحم المسلمين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حجه الوداع: المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يحذره ولا يسلمه ولا يكذبه فلا يسلمه سنخش عدوه. لا يخذله ما بخدمته فيه. لكن تصور في هذا الزمان الذي نعيش فيه لابد للمسلم ان يخذل اخاه المسلم، لابد للمجتمعات المسلمه ان تخذل مجتمعات المسلم. يا سيدي بلاش تخفي، اقول لك تخفي شيء بسيط، بلاش كل يوم. ان يساعد على قتل افضل لانه هذا الظلم صار عند الناس، لكن البشاحه ان يكون هو القاتل والمسلم المقتول. مع ان سيدنا النبي يقول عليه الصلاه والسلام: لا ترجعوا بعدكم كفارا. كيف يا رسول الله؟ قال: يقول الله والآن واقع الأمة هرج ومرج واختلط الكافر بالنار تقطعت الأرحام ولا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل كما قال عليه الصلاة والسلام من علامات قرب الساعة يكثر الهرج والمرج عن القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني لما في عندك اسر كانت امنه في بيوتهم فتقصى في البيوت وتخر على اهلها فلا يخرج منهم مخبر. هذا الطفل يعرف لماذا قتل؟ لا يعرف. لا يعرف. وانك لتصل الرحم. انت ممكن تصل الرحم بكلمه يا جماعه. ابتسامه بطرح السلام. الثانية: يا أمنا علمينا في زمن الجهل. قالت: وأما الثانية وتحمل الكلم. شو الكلم؟ حطب. كناية عن ايش؟ عن التواضع. وكناية عن أن الإنسان أولى بالحاجة أن يقوم إليه، يعني بدك شغل قوم تعمل. الاعتماد على النفس وعدم استغلال الآخرين. تتطلبش جيب لي اعمل لي وصل لي وديني اسقيني طعميني هتتأمر على اهل بيتك تتأمر على من هو دونك. تصور هالمشهد مرة الذي هرع الوضوء كان يعني بالوضوء فهرعت عائشة لتصب له فنهاها قال ما تصنعين لا تفعلي ذلك مرة أخرى فصاحب الحاجة أولى بك. بدك شغلة قوم أنت حضرتك يا محترم. لا تعودي أطفالك وأولادك الكسل والخبل. لما تعطيهم الأوامر أنت وانتباهك في البيت طبعا يقلدون البيت ويصيروا ايش؟ الولد سر أبيه. سر ابنك يتأمر على من هو دونه. مع أن سيدنا النبي ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ أليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. يعني الصغير اذا كان ضعيفا لا يستغل بالعكس يقوى يخدم لا يخدم يعطى لا يعطي تقدم له الخدمات حتى يتقوى مش على العكس تماما. صاحب الحاجه اولى به كنايه عن التواضع لانه كان من العار عند العرب ان يخطب الرجل خطبا كان يستاجر ناس اي طبقه دونيه يعني النبي كان يفعل ذلك بنفسه عليه الصلاه والسلام ويذكرنا حتى بعد النبوه
لما جن الليل عليه مع أصحابه في الصحراء بدأ يشعل نارا، فقال أنت عليك كذا، أنت عليك حس المهام أضواء من سمات القائد الناجح، تقسيم مهام كل واحد فيه مسؤولية، كل واحد فيه دور، بشو كل شيء له؟ لا، هذا النظام فرعوني، كل شيء هو المسؤول عنه. وأين أنسى في أمين المسؤولين يعني اللي بيسمعوا؟ كانوا رؤساء مجالس أو مدراء مدارس أو حتى أي عمل كان. قسم مهام، لأن الحلم إذا توزع خف، وبالتالي في مسؤولية جماعية. شاركني أنا في اتخاذ القرار حتى أعمل على إنجاحه، لكن إذا بيجيني القرار من فوق أنا سأعمل على إنجاحه. اشركني وشاورهم في الأمر، شوف الأدب، شوف الأدب القرآني، شاورهم اشركهم يعني في الأمر، فإن عزمت فتوكل على الله. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي النبي قسم المهام وقال وأما أنا فعلي جمع الحطب. هاي مهمة كانت يعني عليها يعني السؤال يعني تدل على التواضع، النبي قال أنا هذه المهمة. أخذ مهمة قمة في التواضع أن يجمع الحطب لأصحابه. وهو مين؟ جبريل كان يخدم نعاله عليه الصلاة والسلام. تواضع لكم كالنجم لاحق على صفحات الإيمان وهو رفيع، لا تتكبر وتنفش نفسك كدخان تتسامى في طبقات الجو وهو وضيع. شوف الدخان مش وزن نووي، كافي يطير وين رايح منفوخ. لكن نجم من شدة التواضع مليارات الكيلومترات بيننا وبينه، تراه في صفحة الإيمان يلمع من تواضع كبير في الكون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أنا لبث أشياء كثيرة منها، قال والله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، بعكس التواضع لا يدخل. في حديث قدسي يقول الله عز وجل يا عبادي الكبرياء رجالي والعظمة رجالي، فمن نازعني في واحدة منهما فصمت ولو بال. والتاريخ يشهد على أن الطواغيت والمتكبرين الذين تكبروا على شعوبهم صاروا في مزابل التاريخ، أليس كذلك؟ والتاريخ أستاذ شاهد يعلم لمن أراد أن يفعل. صفة ثالثة وتكسب المعلوم، شفت واحد يعني خالص حتى لو ما صفته إياك الإنسان يا طوبى، أنا أقول والله يا سعادة كل إنسان مميز القلب يعطي الآخرين ولو على حسابه. وجرب جرب، أنا أقول لك جرب الله سبحانه وتعالى، ستجد الله عند حسن ظنك بيده. اعطي شوف كيف يعطيك، مش رح يكفر، لأن الله الكريم يحب كل كريم. مستحيل مستحيل الله عز وجل يشوفك تعطي وانت بامس الحاجه، لكن شفقة على خلق الله تعطي المعلوم، شوف باي شيء سيعوضه الله، سيعزك في الدارين. هذا يستحضرني في حديث يوم القيامة معروف، قال يؤتى برجل يوم القيامة لا يوجد معه ما يكفيه لدخول الجنة، يحتاج إلى حسن حتى ترجح كفة حسناته، وعن ثاني بالمقابل مع أجر حسن. هذا للتقييم وللتقريب وللتقريب وللترهيب، أنت ماشي من هذه المصطلحات استهداء لنا حتى نعطي. فذاك يبقى هذا فيقول لما تقول قال حسن أنف الجنة قد قلت لا أملك سواه براعة. فالله عز وجل يقول يا عبدي أنت الجود في هذا المقام وأنا الجواد الكريم، خذ بصاحبك إلى الجنة فقد غفرت له. عظمة الله. جاء كما الحال الكريم عند أكرم الأكرمين، أو كما قال ادع الله وأكرم موطن. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا محمد
الأمر الرابع على لسان أمنا المباركة أمنا الكبرى خديجة التي ساندت الدعوة منذ يومها الأول، وللنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حقها: لقد رزقت حبها رضي الله عنها، ولما توفي حسن بكى، وسموا ذلك العام عن الحزن شدة حزنه عليه، وكان بعد وفاته كلما حسبه أمر أو اشتد عليه هم أو غم يبحثون عنه فيجدونه قائما عند قبر خديجة عليه الصلاة والسلام. فتقول أما الرابعة هذه وصفات النبي، وصفات الإنسان، النبي الإنسان المجرد، وتمر الضيف، يا سلام، وتمر الضيف، إكرام الضيف، وإكرام الضيف من العادات حتى قبل الإسلام التي كان مفتخر بها. اقرأوا في المعلقات في الأشعار الجاهلية كيف كان يسكن القمم، قمم الجبال، بس القرناء، ليش؟ حتى يشعل النار، حتى ترى في الليالي من بعيد، فتكون مهما أفئدة الضيفان ليطرق باب ذلك الإنسان. والبخلاء كانوا يسكنون وين؟ في الأودية، حتى لا ترى بيوتهم من شدة بخلهم. والله كريم يحب كل كريم. وكما قيل على لسان أحمد شوقي أمير الشعراء في بيت من الشعر: وكم من عيب قد غطاه السخاء، سخاء العطاء الكرم، كناها كبيرا. لما تعدد شمائل انسان معين حتى لو بتحبوش بتعدد فيه صفات كثير لا بتحبها، بس بتقدر تقول بس يا سيدي عالم كريم، كريم. فالكرم غطى كل عيوب، كما ان سبحان الله البخل يفضح كل مسؤول. يعني لو كان في 10 صفات جميله وبخيل انت العشره كل بتقدر بس عشرة بخيل شيء يكون إيه مسكر التخيل. لكن الكريم ولو فيه هفوات وطبال، الكرم يجبر كسره سبحان الله. فيش بني ادم بالجبله بالجبله، فيش بني ادم بيحبش الكريم ولو كان عدوا، اذا كان كريم غصب عنه. فما بالك بالله سبحانه وتعالى. فاذا لم يكن يكون كريم، واصل الكريم يا جماعه اسم كريم، لأنه عنده قلب طيب ونفس محطاء واعتماد مع الله. البخيل ايش يصير بخيل؟ لأنه معاه ولا إذا بنفقد أو بعطي فحط على الله، مش فكر عن مين؟ على الله سبحانه وتعالى، مش فكر إيمانه فيه خلل زلل. لكن الكريم بيعطي، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء أعرابي فقال أعطني، قال خذ واحفظ بيت المسلمين، ابحث عن العرب، اكتب، قال له اكتفيت، قال له اكتفيت. راح الرجل رجع بعد عدة أيام، معاه 150 فارس من قبيلته. قال ما هذا؟ قال كل أولئك دخلوا في الإسلام بميزان حسناتك يا رسول الله. قال كيف فعلت ذلك؟ قال قلت لهم كلمة واحدة: والله جئت من عند رجل لا يخشى الفاقة، فقر يعني، ولا يعطي هذا العطاء إلا نبي. فلما رأوا ما أخذ الرجل كان سببا في إسلام الجميع. غريب يأثر فيه تأثير غريب، يترك أثرا لا ينتحل أبدا. تقرأ الضيف من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر شو يعمل؟ فليكن الضيف في بيوت أيها الإخوة. أنا عصرتها يعني بعض الرجال الأكابر، كنت فاتح بيته يعني عنده ديوان مهما أفئدة الناس ومهما موطئ أقدام الضيوف. للأسف بعد أن يموت هذا الرجل الكريم ديوان وجوهه سكر، وين أولاده؟ بيني وبينك يا ريته ما خلفته. وين يحمل الرأي؟ رأي نبيل. خلي الناس لا يشعروا بان هذا الانسان قد فقد. افتح الديوان اجلس، خذ من صفاته، كن صدقه جاريه عنه. لكن للاسف
يعني اتحسر في ذلك، ولا اين ابو جهل؟ الله. الخامس ايها الاخوه، قال الاول عين على نوائب الحق، نوائب الزمان، يعني اذا انسان نال به الحلم او الهام واعترته مصيبه نزلت في ساحته كافه وسيم، ولو كلمه بلاش تعطيها، الكلمه الطيبه صدقه يا جماعه. يعني اي انسان ترى تستطيع ان تزوره كلمه، اي طفل يشوف مكسور الخاطر اشكر كسره. النبي عليه الصلاه والسلام مثلا شوف هذه الصوره النبويه العظيمه، قال من مسح، صلوا عليه وعيش اللحظه، قال من مسح على راس يتيم مكسور الخاطر محبه فيه زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة يومئذ. يا سلام، إنك تكون رقيق القلب على فكرة، عرفش هاي الشغلة مكتسبة أو فطرية، عرفش. يعني في بعض المشاهد ترى إنسان ترى في عينيه حسن الدنيا كلها، كلمة طيبة خفف عنه. يعني إذا أنت رحت لبيت عزاء، وهذه صورة جميلة للمجتمع الى الان لا زالت جميله، لما بتروح تاخذ بالخاطر كلمه طيبه في حق الميت، وهذه قد تكون عتاب لبعض اخواننا الدعاء، شايف في بعض بيوت العزاء تحول الى محطه الجزيره، فبتسمع نشاط اخبار في كلمه طيبه واسئله الميت، عدد فصاله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تذكر محاسن ايش؟ تخفف المصيبه عن اهل الميت. شايف كلمه سياسه يعني لكل مقام مقال، وليس كل ما يرى يقال. هذه الخمسة عددناها، كل واحد منا يستطيع أن يعطي نفسه العلامة التي يستحقها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباد الصالحين المستقيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحقق فينا هذه الخمس خصال كاملة بإذن الله، فلا يخزينا لا في الدنيا ولا في ولا يوم ان نلقى الله. الله اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، فرج كربنا، يسر امرنا، احمل دماء المسلمين، خفف الوطأة على اخواننا في غزه وفي الشام وفي كل بقاع الدنيا يا رب العالمين، واحد صف المؤمنين، فرج الكرب عن المكروبين.